الخكرة أو الهكرة مصطلح يراد منه الذم، يذم به أهل العراق عادة غالبا أو بعض الشخصيات والأسر والقبائل النازحة من العراق. ومن يقرأ في كتابة المؤرخين المعاصرة خاصة في القرنين الأخيرين يجد هذا المصطلح كثيرا في كتاباتهم. وبعيدا عن أصل هذا المصطلح اللي هو من الهكرز التي يراد منها قطاع الطرق أو غير ذلك، فإن هذه الكلمة إنما استعملت في مقام الذم، مع أن المؤرخ والنساب العراقي عبد المحسن العامري أشار إلى أن شيخ عشيرة الجنابيين في العراق خلف العويد أضاف في مضيفه والي بغداد التركي وذبح له العديد من الذبائح التي تدل على كرمه، فضرب والي بغداد على كتف الشيخ خلف العويد وقال له أنت رجل خكري. وما زال لقب فرع الشيخة في عشيرة الجنابيين إلى يومنا هذا يعرف بالخكري. فما قصة الخكري أو الهكري؟ هذه رسالة أبعثها إلى من ينتقص العراق وتاريخها وحضارتها ويصفهم بالخكرة والهكرة استهزاء وتندرا. هنا بعض المواقف والقصص لأهل العراق بحاضرتهم وباديتهم وعربهم وكرديهم وسنيهم وشيعيهم، أعرضها بإيجاز. ولا شك أن هناك الكثير من القصص والمواقف، لكنني سأعرض بعض القصص والمواقف للمعاصرين من العراق، عراق التاريخ والحضارة. يا سيدي، إذا كنت لا تعرف العراق وتاريخها وحضارتها وتصفهم استهزاء بالخكرة أو الهكرة، فسل عن ثورة 20، سل عن عشيرة الحشيم الذين أطلقوا شرارة هذه الثورة، سل عن الشيخ ضار بن محمود الزوبعي الشمري والذي قتل الحاكم البريطاني العسكري ليغمن، سل عن الشيخ فهد بن بطيخ بن ناهض شيخ عشيرة الطوقة من شمر والذي حول واسط وباديتها إلى مساحة كبيرة من الثورة على الإنجليز، حتى سميت ديرته بديرة بن بطيخ، ثم صارت تسمية لكل ديرة تعم بها الفوضى ديرة بطيخ. الشيخ عجيمي باشا السعدون رحمه الله تعالى رفض أن يضع يده في يد الإنجليز وأصر على محاربتهم مع العثمانيين، ثم انتقل إلى تركيا وكرمته تركيا ومنحته العديد من الأراضي، ثم لما توفي أقاموا له جنازة عسكرية وأطلق اسمه قبل سنين على شارع الرئيس في أوربا. الشيخ فهد بيك الهذال شيخ عنزه رحمه الله تعالى، والذي حول غرب العراق إلى مكان آمن ضد الإنجليز، وانطلقت عشائر عنزة في غرب العراق تدافع عن العراق وتاريخها. الشيخ عجيل الياور الشمري رحمه الله تعالى كان أول من حررت اللعفر من الاحتلال الإنجليزي في سنة 1920. الشيخ بدر الرميض رحمه الله تعالى شيخ قبيلة بني مالك رفض الوجود الإنجليزي، ولما زاره الملك فيصل رفض أن يخرج إليه، وخرج إليه ابنه وقال له إن والدي يقول لك لا أصافح يدا صافحت يد الإنجليز. من تسميهم بالخكرة أو الهكرة استهزاء وسخرية بلغوا في الكرم غايته وسل عقيلات عن تاريخهم. في سنة 1850 لما حل بالعراق مجاعة عظيمة قام الشيخ الشريف إدريس أبو طبيخ رحمه الله تعالى وأخرج ما في مخازنه من الرز وطبخها وأطعمها الناس حتى لقب بأبو طبيخ نسبة إلى الطبيخ وهو الرز المطبوخ، وظلت هذه العادة معه حتى توفي رحمه الله. الشيخ مانع بن حمد الحسان الأسلمي الشمري رحمه الله من كرمه لقب بأبو المشاعل، كان يعلق الفوانيس حتى يراه الضيفان من بعيد ويأتونه. الشيخ ياسين بن سعدون المشلب شيخ عشيرة الحميد المتوفى رحمه الله في سنة 1941 كان له مجلس ومضيف مشهور يأتي إليه الناس ليلا ونهارا ولا ينقطع عن الضيفان أبدا، وكان يسعى في حوائج الناس ويحل مشاكلهم. الشيخ منشد بن حبي معشي القطارين شيخ الغز من الفضول رحمه الله تعالى كان له مضيف بجانب القطار، وفي يوم من الأيام تعطل أحد القطارين فأطعم القطارين في وقت واحد فلقب بمعشي القطارين، وانتقل الكرم إلى ذريته إلى يومنا هذا. الشيخ فالح بن طلاع أبو عوجة رحمه الله تعالى شيخ عشيرة آل بزون كانت عنده صينية ما زالت موجودة إلى اليوم فيها 12 عروة ما يشيلونها إلا 12 رجال، لقبوه بأبو عوجة لأنها الصينية هذه تنعوج من كثرة الرز واللحم اللي عليها. وأما علماء العراق ففي القرن العشرين كانوا بحرا لا ساحل له، كانت مدارس العراق مدارس عظيمة يأتي إليها الناس من كل مكان،
أسرة الألوسي في بغداد وأسرة الزهاوي في بغداد والموصلي والنوري في الموصل، ومنهم الشيخ الملا عثمان الموصلي الذي كان يخطب في الحج نيابة عن السلطان عبد الحميد الثاني، وكان يرسله ثقة به في كثير من المراسلات السياسية. لما افتتحت الإرسالية الأمريكية مستشفاها الشهير في الكويت في سنة 1900، أرسل الشيخ مبارك الصباح إلى المندوب البريطاني في العراق يطلب منه طبيبا ليعالج الناس في الكويت، فأرسلوا أول طبيب في الطب الحديث يدخل الكويت، الطبيب حسن، مكث فترة في الكويت. رحل العراقي فاروق القاسم والمولود في سنة 1936 إلى النرويج لاجئا، وعمل في القطاع النفطي، وهناك قدم اقتراح للحكومة في إمكانية استخراج النفط من بحر الشمال، فعملت الحكومة باقتراحه ونفذته، وتم تحقيق المطلوب واستخرج النفط من هناك، وزاد الادخار والعائد على النرويج في ذلك الوقت، حتى قيل فيه في فاروق القاسم: فاروق القاسم أعظم إبداع حظيت به النرويج. أما الأطباء العراقيون المقيمون في العراق أو الموجودون في نواحي أوروبا وأمريكا وغيرها من بلاد العالم، فهم كثير جدا وحققوا إنجازات كبيرة وحصلوا على أوسمة وشهادات تقدير، وما زالوا يقدمون للطب خدمات إنسانية كبيرة. العراق هي بلاد الشعر والأدب واللغة والفكر والثقافة، أخرجت لنا مجموعة كبيرة من الشعراء والأدباء أمثال بدر السياب والجواهري وجميل الزهاوي ومعروف الرصافي ونازك الملائكة وعبد المحسن الكاظمي وأحمد مطر وغيرهم كثير. قدم الأكراد خدمة جليلة إلى بلادهم، وما زالت هناك أسماء كثيرة للأكراد الذين خدموا بلادهم أو خدموا الإسلام واللغة خارج بلادهم. هل تعرفون أمير الشعراء أحمد شوقي؟ أصوله كردية. هل تعرفون علامة اللغة أحمد تيمور باشا؟ أصوله كردية. هل تعرفون العالم الواعظ التركي بديع الدين النورسي؟ أصوله كردية. هل تعرفون العالم السوري الواعظ كفتارو؟ أصوله كردية. وقائمة طويلة يصعب حصرها. إلى القزم الذي يسخر من تاريخ العراق ويصف أهلها استهزاء بالخكرة أو الهكرة: إن أردتها شرعا فإن الله يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وإن أردتها حضارة فإن العراق له حضارة تمتد إلى آلاف السنين، وأنت لعلك تنتسب إلى بلد لا يصل عمره إلى أكثر من 300 سنة، وإن أردتها قبلية فإن العراق هي بلد القبائل والعشائر العربية الأصيلة التي عندها محاسن العادات ومكارم التقاليد. يا ناطحا جبلا يوما ليهينه، أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل. استودعكم الله. ضماير ما تعرت من عرينا، ومثل سيل المسودا من عرينا الأسد حقه يتكتر من عرينا، لقى لي ربوع يردح بالثنية.